رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة لإعلان نتيجة التخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على نتائج الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة كالتالي: أولاً، منح طلبة الدفعة 114 حربية درجة بكالوريوس العلوم العسكرية. ثانياً، منح طلبة الدفعة 71 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية. ثالثاً، منح طلبة الدفعة 87 طيران درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية. رابعاً، منح طلبة الدفعة 87 علوم عسكرية جوية درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية. خامساً، منح طلبة الدفعة 57 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. سادساً، منح طلبة الدفعة 48 دفاع جوي درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي. سابعاً، منح طلبة الدفعة الثانية من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. ثامناً، منح طلبة الدفعة 49 معهد فني للقوات المسلحة شهادة دبلوم المعهد الفني للقوات المسلحة. وقد بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان 100%، والله ولي التوفيق. مجموعات العرض العسكري، كتفاً سلاح. تسليم وتسلم القيادة. أن أحافظ على تقاليد كليتي في الداخل والخارج. في الداخل والخارج مطيع لأوامر قادتي. مطيع لأوامر قادتي. مؤمنا بشعار كليتي. مؤمنا بشعار كليتي. وهكذا تم تسليم القيادة من دفعات الخريجين إلى الدفعات الجديدة. وها هي أعلام الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة برفقة قيادتها الجديدة.